معاكم هاني محمد، مشرف في البحيره لبنك الطعام. قول لي بقى يا استاذ هاني، انتوا بتعملوا هنا ايه من اول رمضان؟ هو احنا ما شاء الله شركه بنك الطعام بيمدنا بالبقوليات والاغذيه الجافه واللحوم كل حاجه، بحيث ان احنا ننزل هنا 400 وجبه للافطار. تمام، كلمني عن المائده، يعني انت في اكيد شباب بيشارك معاك وفي متطوعين، اشرح لي انتوا بتعملوا ايه؟ والله ابني نفسه كمان ده متطوع معايا، وفي معانا كتير قوي متطوعين، هتلاقي بنات شباب كلهم متطوعين بيحبوا العمل الخيري. وبصفه عامه بقى، انت المائده طبعا دي تقريبا من اكبر الموائد الموجوده في دمنهور في البحيره بحالها. البحيره بالظبط كده. طبعا بتتسع لكام فرد؟ ما شاء الله ممكن تعدي هنا ال 1000 فرد يعني. بس هنا يعني 800 كرسي. تمام. بس ممكن تزيد ل 1000 فرد كمان. بيبدا بقى، يقول لي بتبداوا شغل من الساعه كام وبتنزلوا تبداوا ايه؟ والله احنا بنبدا التجهيزات كمان من الفجر. من الفجر اليوم الثاني على طول، لان طبعا انا كمشرف لازم بتابع الطعام وبتابع الشيب، بتابع المواد هل صالحه، في حاجه بايته، الاطباق هل جديده ولا مستعمله قبل كده، فلازم اشرف على كل حاجه بالتفصيل من اول الطبخ لغايه الاعداد ولغايه ما بنيجي هنا. زي ما حضرتك شايف كده التروسيكل هنا بدا ينزل الوجبات، وبنبدا بعد كده واحده واحده نرصها على الترابيزات. طبعا بتهتموا النظافه وبتهتموا بالصحه، لان طبعا ده اكل في الاول. اكيد طبعا، اكيد طبعا. تمام. قول لي برضو، في حاجه انت حابب توجهها او رساله معينه حابب تقولها؟ لا انا بس بشكر طبعا بنك الطعام عشان اتاح الفرصه لناس كتير قوي 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 تعمل خير. يعني احنا كمتطوعين بنعمل خير، وبرضو الغلابه بيفطروا، فبنشكر جدا بنك الطعام. شكرا. الطعام بقى لنا 15 يوم بنخدم على الناس، والخيمه كانت شغاله حلوه، والناس كانت بتروح وتيجي، كانت ناس كتير بتيجي وناس يعني كويسين وغلابه. وطبعا احنا زعلنا جدا، بقى لنا 15 يوم شغالين، وبقى لنا 15 يوم الناس بتيجي كل يوم، فاحنا اتفاجئنا النهارده ان الناس مش جايه. بنك الطعام قفل الخيمه للناس، ماشي. وطبعا احنا زعلنا جدا، الناس بقت النهارده بتزيد وفرحانه، فيعني معلش بنستأذن من بنك الطعام ان يكمل ال 15 يوم الفاضلين زي ما فتح ال 15 يوم الاوانيين، ماشي، ويزود لنا في الاكل للناس ويزود الوجبات للناس، لان الناس فعلا غلابه وكانوا مستنيين يوم زي ده وشهر زي ده من بنك الطعام. فبنشكر بنك الطعام جدا، وبنقول لهم احنا متاسفين على اي حاجه يعني حصلت، بس الناس كويسين، وبلاش ان المكان ده ينقفل عشان الناس غلابه.